لا ايوا ما طلبنيش، لا ما كيش عافاك. كاين حاجه وحده، عرف انك ظالم. دابا اش غندير؟ اش غندير انا؟ اش دير؟ كتبغيها؟ كتبغيها بزاف، تحبوها كثيرا، يعني حبك هو اللي خلاك، حبك دفعك ان تعطل عليها الزواج. ما عمرها ما غتزول، انا نقول لك ما عمرها تزول. كيفاش؟ ما كاينش، ما تزوجش ابدا نهائيا. ابدا ما تاخذش. علاش؟ تزوجات؟ لماذا ما تزوجش؟ لن تتزوج ابدا وتتحدى وتجهر بها هذا لانك تحبها فلن تتزوج، لن يكون معك الشريك. طبيعي. اه ما يمكنش. لا 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 ما يمكنش المرأة تزوج رجلين، خاصة تزوج رجل واحد. لا لا ما يمكنش، لا ما يمكنش، لا ما يمكنش صراحة. عندك الحق في هذه المسألة، لا يجوز أن عيب تكون تمزوجها وكتحبها وتغير عليها بهذه الطريقة ونخليو ونخرجوك أو لا تخليها تزوج واحد آخر. لا حشومة، ما تكونش راجل كاع على خليتي تزوج واحد آخر. هالهضرة هالهضرة قلنا شتي، ما تكونش راجل خليتي تزوج واحد آخر. صافي ما يمكنش، ما غنكونش مأدبين اصلا. وحده مط الراجل ونزوجوها لواحد اخر، حماقه. راه غير كانت مزوجه واحد بغى يعكسها راه حرام، ولا ينظر لها حرام، ولا بغى يغير لها غير العطيفه تاعها راه حرام. على الله ما يخبب الله على زوجها راه حرام. اما انت دابا ساكن واكل شارب مكسي كل شيء عندك فيها، شنو علاش تخرج انت اصلا؟ كتلبسها؟ وتلبس لك مزيان وتقاد امام المرأة. صافي تحمق وكل شيء، ماشي مشكل. ماشي مشكل. ماشي مشكل. بيان ستيكي. ماشي مشكل. تقاد لك، تلبس لك، ترقص لك، تتكلم كلام طيب لك، تبقى خد المراية مزيان، فهمتي؟ تخلي الناس يشوفوها باش تحس براسك راه عندك شي حاجة مزيانة. كيف كيفعلوا بعض الفسق قد مرتو باش يمشي في الطريق شو مرتي يعني مزوج مرا زميله. نعم الحال ديال بعض بعض الخرفان. ايوا ايوا كلشي ما يهضرش، الا هضر ما يهضرش خليه يشوفه وكلشي ولكن ما يجيش. كديري مشكل، ما عندكش مشكل، كديري الوسواس في راسو باش ما يجيش عندها، تعمل الوسواس. يعني لما يرى المرة الأولى تعجبه، لكن أنت تجعل له في عقله وباله أن تبان ليه شي جمال، ماشي هو هذاك، شو حركاتها؟ بقلبه من يدين فر منها، الغاية أن التوحد ما يقرب فقد ديالك. المشكلة تعرف تهضر، كيف كدير البنادم كطيحه بلسان، عندها لسان، عندها لسان كتهضر، كتنوشني كتعصبني. الصواب والاداب واش بغيتي ومرحبا وكذا، انا تما ما تنحبش. ما تبغيش تكون انت الصواب، ما دير الصواب مع شي حد اخر، ما ديروش. ديرو معك انت. صح. وما دام انت راجلها خاصها تسمع ليك. بغيت نسول فين درت العقد الزواج؟ فين البلاصه؟ شكون اللي حضر للزواج؟ مازال يعني باقي ما تزوجتيش، يلا كتستاشر معاه دابا. تتقدم عاد يعني دابا باقي يلاه كتفاهموا، ياك يلاه كتفاهموا في الزواج قريبا. فين غديروا الزواج ان شاء الله؟ هنا في المغرب. فين غنديروا؟ في المغرب. وفين تسكن؟ فين تسكنها السيده هذه؟ فين تسكنها؟ تاخذها دابا في بيت خاص انت وياها تسكنوا، كيف كيديروا الناس؟ المرأة ملي كتزوج كيكون معها الزوج تشوفو ويشوفها، دابا تتولي تشوفك وتمشي معك في الشارع وتقول لهم هذا زوجي، تقدمو وتقدمك للأم ديالها والأب ديالها. واش؟ ميمكنش. اش ميمكنش؟ إذا أنت تبقى مخبع ومزوجة بك وميمكنش عاوتاني. لا ميمكنش. ما عيبش. وتسمى الظلم هذا. لا ما كاين ظلم. علاش؟ وكيفاش هي؟ دابا أنا
تنبغيها. وا غنزوج بها عادي. ايوا ايوا لا الناس كيديروا. انا بغيت مرا عجبتني مثلا واخلاقها سمعت عليها غنمشي لدارهم ندخل اول حاجه ندخل نجي البيوت من ابوابها غادي نجي عند نجي لعند ولي الامر ديالها عند عائلتها مثلا. ها ايوا خصك تفكر فيها راه ما يتمش الزواج الا بهذا الشيء. ما يمكنش ما عرفتش ابوالي وشهيدين ضروري هذا الشيء هذا اسلام. ها وما حنا ماشي في اوروبا في الراس في الراس حنا ماشي نصارى. لا لا حنا عندنا كيحكمنا شرع ما يمكنش غادي نتلاقى بها نقول لها اجي زوجتك نفسي ونمشيو نبقاو غادي جايين ما يمكنش. ايوا خص باك فين كاين بعدا تجيب باك باك موافق حتى هو يباغي. ايوا والشهود ملي غنجي الشهود غيكونوا انس ولا جن اللي غيحضروا. انا ما ها ايوا فكر مزيان خاص الوالي وخاص الشهود وخاص تجيب الصداق خاصك تجيب الصداق حتى هو المهر ديالك. والو دار ولو خاتم من حديد ولو ايه من القران ولو ايه من القران ولو ايه من القران شتي. ايوا هذا هو هذا. وهناك شرط اخر اللي هو اهم ان الله حرم على المراه تزوج واحد نصراني ولا يهودي ولا مشرك. خاص دابا هاد الوقيته ولاو يتزوجوها هاد الوقيته. الوقت ما كيحكمش الشرع اللي كيحكم ماشي الوقت اللي كيحكم الشرع اللي كيحكم. الطيب الوقت اللي كيتزوجوا يتزوجوا ولا بغاو يتزوجوا دوك بغاو الحرام. حنا كنتكلموا على الحلال هذه امراه محجبه مسلمه. تدافعش 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 ما سوقيش كيفاش؟ يتزوجوا وما يتزوجوا نصارى ولا مخلى. لا اسلم خصك تسلم باش تزوج بها. اول حاجه خصك تكون مسلم اول حاجه هذا اول شيء. ملي بغيت نقلب الباب ديال المراه كنسولوه اتاكم من ترضون دينه وخلقه. الدين هو الاول. مسلم ام لا؟ مسلم اجي دخل. الاخلاق نبحثوا عليه. ما كانش الاسلام ما عندنا ما نديرو به واخا تكون عنده الدنيا واخا يكون عنده ها برج العرب واش انت ولا لا يعني لا هذا ضروري من اصول الاسلام فهمت ولا لا فلا بد هذه الامور فهمتي ولو يكون يقول شي ولا باللسان نشوفوا فعلا واش هو كيقولها بحق ولا غير دارها مداهنة باش يدخل يقول لك اوروبي قال لا اله الا الله وجا باش يتزوج وحده مسلمه قال غير في الطريق ولا قال قدام الناس وربما لا يحيى عليه اصلا لا يعرف من هذا لا رسمها ولا صفرها فهمتي لا يصلي ولا تلقى حتى العائله اللي كيجيو يتزوج منهم اصلا ما يصليوش كيفاش هادشي فهمتي كاين هادشي كاين كلشي كاين في هاد الزمان ولا كلشي كاين خاص غير الدرهم والدينار والدولار ها كل شيء ولا كاين. طيب دابا انت غتزوج بها بغيت دير مع وليدات وتسكنها وتهلا فيها وتهلا فيها تحميها لاصق معها لصيق بها انت وهي واحد. طيب نجيو للمعقول ندخلوا في المعقول شويه اتزوجوا بالصليب اتزوجوا بالصليب في الكنيسه ها تدخلها في دينك تكرهها في الصلاه وتحببها في الصليب وهذا اللي وقع كثير من المسلمات هذا الاسلام الجديد اللي بغاو يديروا موضه تزوج به نصراني ويمشي معايا هنا ويمشي معاه هنا ويدخل معاه الكنيسه تعلق الصليب ماشي مشكل الايمان في القلب عاش من ايمان كاين ويولد ولدي يقريو بالفرنسيه ويقرب الانجليزيه العربيه ما يعرفهاش اصلا وضروها لا ماشي مشكل تعرف الفرنسيه الانجليزيه اللغات شيء في الشرع محبوب ما شاء الله طيب ما شاء الله انا الان اوصيك بتقوى الله بالإسلام لأنك أنت دخلت عن طريق السحر والسحر كفر وحرام ورأيت كيف ظلمتها حين طلقتها وهذا ظلم كبير وكسرها طلقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسرتها ويجب أن يعلم هذا كسر المرأة الطلاق إن شاءت أو أبت إن أظهرت أو أخفت
الطلاق كسر للمرأة سواء كان عن حق أو عن باطل. شي ملي كنقول لك الكلمات تستفزك لأنك حقا تعلم أنه كسر، كسرت خاطرها ونفسها وقلبها وعقلها، وبعد الطلاق تتلاعب بها كيف شئت. صافي ما بقاش مزوجة، تبقى للأيام والليالي، في كل يوم قصة وفي كل ليل قصة، في كل عزلة قصة وفي كل انفراد قصة، مع كل نظرة قصة ومع كل مكان بعيد قصة. قصة تعقبها قصة. مرتك في دماغك وباقي ما شتيوها. بزاف وما كتسكتش وباقي هذه البداية، فهمتي؟ والله العظيم من البداية إن شاء الله ستسلم، تصبح إن شاء الله أخا في الله، ستصبح إن شاء الله تقي نقي طاهر بإذن الله تعالى، سترى إن شاء الله. قال قبلك الكثير والله العظيم. خلاص ما نقدرش نفرق بيناتكم، صافي أخو السيسي صافي أجلس. غتخرج غتخرج شئت أم أبيت، نجي معك بلاتي أحسن نفهم. اسمعني، قال الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم. أعلم ماذا؟ اسمع ماذا قال الله تعالى. قال الله تعالى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا ماذا تحصنا. أرادت أن تحصن نفسها وأنت تريد عوجا، تبغون عوجا، ها؟ تبغون عوجا في فساد عوجا، في سوء خلق عوجا، تريدها في الطلاق عوجا. سنبدأ بإذن الله تعالى نتلو عليك الآيات البينات، فاسمع لأمر الله سبحانه وتعالى. نشرع بإذن الله، نبدأ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اسمع، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال ماذا الله، قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اسمع، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. نبدأ إن شاء الله تعالى، سنبدأ بإذن الله تعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سنبدأ بإذن الله جل وعلا، نرمي بسم الله، نتوكل على الله، تعذب وتحرق طاعة لله جل وعلا. فاتركها وغادرها واخرج من بدنها، هكذا واصل، اخرج، هيا اخرج، 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 هيا واصل، هيا واصل.